السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد السلام، واليوم جايب لكم انطباعي لياكوزا كوامي. وطبعا ياكوزا كوامي هي ريميك أو ريماستر أو اللي تبغى تسميه، هي نزلوا مرة ثانية بكيفك، أنا مالي شغل. ياكوزا كوامي هي جزء ريماستر لياكوزا 1، وإلى الآن ممتعة لأني أنا دخلت على سلسلة ياكوزا، دخلت عليها من زيرو، فهذا شيء جميل اللي بديت ب 1 على طول، لان تكمل زيرو 1 2 ومع اعلانهم عن كوامي 2 واللي هي باختصار ريماستر لياكوزا 2، انا مستعد للسلسله كامله لاني الحين لعبت 3 ولعبت 4 وكلهم كانوا ممتعات، وما اقدر اصبر لما ابدا ب 1 و 2 اعرف ايش سالفتهم كلهم. وطبعا الحين بياكوزا يا كازورا كيريو رجع طبعا مره ثانيه لابس لبس الديسكو حقه، ويضرب الناس بكوس ويدعس على وجيههم ويمسك السيكل ويصفق باللي جنبه، هذا اللي قاعد يسويه. والقصه زي العاده حلوه وممتعه، الشخصيات تصير لهم لايرز عفوا، هي لايرز او طبقات يعني لهم، تشوفهم يتغيرون يتكلمون، في بعضهم ما في شخصيه يعني شرير مره، يعني في بعضهم طيبين شوي، في بعضهم أشرار طيبين، في بعضهم شرير بس تحس عنده يعني شرف شوي من الداخل، شرف الساموراي هذا حقهم ما ادري عنهم والله، عاد هذا اكثر شيء يمكن عنصري قلته انا الحين. هذا الشرف حقهم، فتشوف هذا الشرير مثلا يجيك شرير بس الشرف حقه يمنعه انه يسوي هالشيء الشرير هذا المفروض يسويه. اضرب مثال هذه بس احدا. وطبعا الجيم بلاي لا زال نفسه، من اذا لعبت زيرو وبديت ب 1 ما راح تشوف شيء كبير بالجيم بلاي يتغير. السايد كويست ممتعات، القصة ممتعة، السايد كويست بعضهم غريبات ويضحك، بعضهم يفطسن ضحك، بعضهم حلوات مرة شلون الموقف هذا يصير. طبعا ما ودي اسوي جيم بلاي الحين، لما تشوفون الحين موقف على القائمة الرئيسية، لان الجيم بلاي الحين موقف عند بتشابتر راح يخرب عليكم القصة، فانا موقف الحين تاركه، ابد تارك اللعبة كذا، ما ابي اوريكم شيء لان ياكوزا حلاوته قصة الصراحة. الجيم بلاي ممكن يعني هو حلو الجيم بلاي بس انك ممكن تطفش منه بعدين، فاللي يخليك تستمر القصة، والقصة حلوة، القصة مرة ممتعة. اذا انت لعبت ياكوزا الا صح تخبطت انا ياكوزا زيرو ولعبته ومستعد تكمل ودك ابدا بوان، فهمت علي؟ لا تبدا بوان ثم ترجع تلعب زيرو، راح تصير في لخبطة شوي، فابدا بزيرو اذا حبيته، ابدا بوان اذا لعبت زيرو ولا حبيته، ما اتوقع ان وان بتجذبك لان نفس الشيء هذه. ف لازال رجع لنا ياكوزا اسمي ياكوزا كازورا كيريو او كيريو عشان اختصر، كيريو رجع لابس بس الديسكو حقه وضرب الناس، وغورو ماجيما رجع مره ثانيه، والرجال ذاك مهبول، لو قلنا تعرف نيكولاس كيج الممثل ذا وشون تمثيله غريب، لو نيكولاس كيج مخدرات ولا شيء، لو مخدرات ولا شيء نيكولاس كيج كان غورو ماجي ما اخذ لك علبتين منه، هذه الرجال فاصل باللعبه، تشوف شيء غريب ما تدري عنه وش بيسوي، هو زي ترافر بجي تي اي، فهمت علي؟ هذا كان ترافر من جي تي اي قبل ما يصير في ترافر، فهمت علي؟ الرجال غريب ما تدري عنه، بس لازالت كل شيء بحلو. هذه لعبه ياكوزا ثانيه، اذا تحبيت زيرو ومستعد تكمل بالقصه اشتري، ما اقدر لا اذا لعبت زيرو ولا حبيتها ما اتوقع وان بتعجبك. فهذا هو الانطباع، يعني انطباع بسيط، الجيم بلاي ممتع، نفس الشيء ما تغير اشياء كثيره، هذه هي. فكما اخوك عبد السلام، يعطيكم الف عافيه على المشاهده ومع السلامه.